السلام عليكم، انا مداوي ام سعيد طب الشعبي. وش حالكم يا مايا؟ كيف انتم؟ اخباركم؟ انا مايا عالج الحمد لله عن الاكزيميا وعن البهق، وامسح الحرمه اللي ما تحمل، وعن الكبد وعن الضلعيه، وعالج عن الغده وعن الغالوط الحمد لله بفضل رب العالمين. كل عالج، وعندي العسل بالخلطة، الحرمة اللي عندها مبايض ضعف، والريال اللي عنده ضعف جنسي، والحمد لله بفضل الله كل ياخذ دواي الحمد لله، واللي عنده كبد وباي يهرب من هاي الاعشاب الحمد لله، وهو الخير رباعه. كان حرمة بعد نمسحها ونخبز عنها الدهون، وكان ريال يستعمل الدويات، وهو الخير رباعه بفضل الله. عسى الله يطول عمر شيوخنا يا ربي، البعيد والجري، محمد بن زايد واخوانه وعياله يا ربي، ومحمد بن راهد يا ربي، وخليهم هو وعياله يا ربي، ويحفظهم من كل عدو. لا ندعي لهم ان شاء الله الا بالصحه وطوله العمر، ويحفظهم من كل عدو ان شاء الله عداهم. زين ولا؟